الذي نخلص إليه العمل الذي تحدثت عنه الرسالتان ما هو بسياسي ولا هو بصناعة زعامات، إنه إيجاد شيعة مخلصين لإمام زماننا على معرفة صادقة، إنها العقيدة السليمة التي دائما أتحدث عنها. العقيدة السليمة هي التي تجعل عقولنا وقلوبنا ممهدة لإمام زماننا، وحينما تكون عقولنا وقلوبنا ممهدة لإمام زماننا، هذا يعني أننا في وجودنا وكياننا وشخصياتنا وأشخاصنا، هذا يعني أننا ممهدون للإمام. وحينما نكون ممهدين للإمام فإننا سنكون ممهدين له أيضا، سنقوم بالتمهيد له. هذا هو المطلوب. البرنامج الذي أراده الإمام من المفيد لا هو ببرنامج سياسي، ولا هو ببرنامج صناعة زعامات، ولا هو ببرنامج جمعيات خيرية لمساعدة الناس في احتياجاته. إنه مد عقائدي فكري، هذا هو الذي يريده صاحب الأمر. لكن الأسباب لم تتوفر للمفيد، الأسباب توفرت لنا في أيامنا هذه. فلا تفرطوا في زمانكم، ولا تفرطوا في النعم التي هي بين أيدينا، ولا تفرطوا في الإمكانات المتوفرة. أقولها لكم بصراحة، أنا شخص واحد وأمامي الكثير من العوائق، ومع ذلك استطعت أن أفعل شيئا يسيرا. أنتم بإمكانكم ذلك، لكن إذا تواصل عملي مع عملكم فإننا سنترك أثرا واضحا في الواقع الشيعي. نحن لا نبحث عن مصلحة سياسية، ولا نريد أن نصنع زعامة معينة لهذا الشخص أو ذاك، لا نريد أن نؤيد جهة ولا نريد أن نحارب جهة. نحن نؤيد محمدا وآل محمد فقط، وإذا أردنا أن نحارب جهة فإننا نحارب الذين يعادون محمدا وآل محمد وبالأساليب التي يريدها منا محمد وآل محمد أن نتبعها. المطلوب منا العمل الإعلامي والتعليمي والثقافي، هذا هو الذي يطلب منا، أن نقوم بعمل تعليمي تثقيفي لأنفسنا على الأقل، وإذا استطعنا أن نوصل ذلك إلى الآخرين ولو إلى شخص واحد أن نبادر بذلك. انشروا فكرة أهل البيت. أقولها لكم، العوائق كثيرة، فلا تجعلوا العوائق سببا ليأسكم. هذا هو الذي يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه.